من عمق معاناة الأطفال من مخيماتنا الصامدة، من حاجة ما يقارب 1000 طفل، تفتقر مناطقهم لمقومات الرفاهية والإبداع والتحفيز. من هون كانت بداية ومضة. استمعنا إحنا كمجموعة طلاب من جامعة النجاح الوطنية ضمن برنامج أمواج فرح، وقررنا تكون مبادرتنا بتتضمن إنشاء مركز في مخيم للاجئين، هدفه نصب منارة علمية ثقافية تنموية في قالب ترفيهي في أطفال ما بلاقوا الاهتمام اللازم من محيطهم. وهون كانت بداية مشوارنا في مركز ومضة الترفيه الثقافي، واخترنا هالاسم ليكون شعلة إبداع ولمعان. وبعد اختيار المكان المناسب، وهو عبارة عن طابق كامل يستوعب كل أنشطتنا في مخيم عسكر، كانت بداية شغلنا. وكأول خطوة لنا كانت التعريف بمبادرتنا داخل الجامعة، وهدفنا من المركز وتوضيح الأنشطة اللي رح تكون، وأهمية التنمية وألعاب الذكاء كجانب نعكسه من خلال نشاطنا، بالإضافة للجانب الترفيهي عن طريق بروشورات تعريفية وتواجد في زوايا داخل الحرم الجامعي. وبعدها توجهنا للمركز وبلشنا نحدد احتياجاتنا. وكان المركز بيعاني من مشاكل عدة، فبلشنا بترميمه وقسمنا الغرف حسب حاجتنا إلها وزبطناها بالطريقة اللي بتتناسب مع طبيعة الغرفة. وبعد شغل وجهد كبير جهزنا 4 غرف أساسية. أول واحدة للقراءة، وهي أساس الثقافة والمعرفة عند الطفل، والثانية كانت للرسم والتشكيل والتعليم المساند اللي بخدم الطفل في أكثر من مجال، والغرفة الثالثة استغلناها لتقوية شخصية الطفل من خلال النقاش والتواصل بين بعض، وكمان فيها الجانب الرياضي الخفيف. أما الغرفة الرابعة اللي بتشكل نقطة مهمة، وهي غرفة ألعاب الذكاء والتحفيز الدماغي لدورها الكبير في بناء جيل مبدع. بعد كل هذا كان افتتاح مركز ومضة الثقافي بتاريخ 5/5/2016 بحضور عدد كبير من أطفال المخيم، وكانت الفرحة ظاهرة على وجوههم. وعرفناهم على المركز وهدفه وكل غرفة إيش هي.